الأمر الآخر أن هناك أحد العلماء وهو ابن حزم الظاهري أفتى بفتوى عجيبة جدا، فعندما جاء إلى هذا الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، قال لو بال الرجل في قارورة، ثم بعد ذلك جاء وسكب الماء في الماء، سكب البول في الماء الراكد لا حرج. وهذا كلام يعتذر عن قبوله. لما؟ لأن النجاسة خالطت الماء الراكد، سواء منك مباشرة أم بلت في الماء في هذه القارورة ثم جعلتها في الماء الراكد. وهذا بسبب أن عنده أصل من الأصول، وهو أنه لا يقول بالقياس. اثنين، لا يعمل معاني الأحاديث. وهذا يذكرنا بمسألة أخرى عنده، وهي مسألة الفتاة التي تخطبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن البكر تستأمر هي والثيب، يعني تستأذن، فقال أما البكر فإذنها صماتها، يعني تخجل تقول لك آه موافق عليه يا أبو، لا لا إيش، البكر تستحي، وأما الثيب فإذنها نطقها. الثيب سبق لها الزواج، فعندما يأتيها خاطب تقول نعم أو لا، عندها جرأة أكبر. فقال لو أن ثيبا، لو أن بكرا قالت موافقة ما انعقد الزواج. لما؟ لأن الشرع قال إيش؟ إذنها صماتها. فقال أهل العلم لابن حزم، وهم الأكثر بل لعلهم كلهم، قالوا له هذا من باب أولى، من باب أولى، فهي سكتت لحيائها، وسكوتها دلالة على موافقتها، فأن تصرح فهذا من باب أولى في البيان أنها موافقة. فكيف لو جاء ابن حزم إلى بنات هذا الزمان اللواتي دخلن الجامعات والاختلاطات، فعندما يأتيها العريس ويخطبها فإذا بها تقول له أنا رفضيتك، مش من نوع مع أبوها، لا لا موافقة، يعني ممكن أوافق، تبدأ تناقش وتتكلم معه كلام كأنه إيش. فهذا الحمد لله أن فتوى ابن حزم ليست هي الصواب، وإلا زواج البنات الأيام هاي صف إيش باطل، وفتوى لم يقبلها أهل العلم ورفضوها. فإذا هذا المثال الثاني. المثال الثالث ذكر مسألة الحج، فعندما نهى الشرع المحرم أن يحلق رأسه فقال لو أنه جعل دواء أو معجونا على رأسه فنزع شعره فلا حرج. فقالوا له أهل العلم العبرة الثمرة وهو إزالة الشعر. على كل حال هذا مسائل يعني جاءت مع هذا المبحث.